السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي محاضرة علم الأدوية لطالبات الصيدلة. المرة الماضية حكينا على الانهيلد أنستيكس، بلشنا فيها وقلنا على إن بتنقسم لنوعين من الكيميكال، المواد الكيميائية هالوجينيتد هيدروكربون أو نون هالوجينيتد. الهالوجينيتد هيدروكربون هي عبارة عن ليكويدز أو سوائل سريعة التطاير، والنون هالوجينيتد هيدروكربون هي عبارة عن غازات. حكينا في عوامل تؤثر على كيفية وصول الانهيلد أنستيتيك للدماغ. أول عامل اللي هي الذائبية في الدم، فكل ما كانت الذائبية أقل كل ما كان وصول إشباعه أسرع في الدم ووصوله أسرع على الدماغ، شرحناها على هاي الرسمة زي النيتروس أكسيد. أما إذا كان ذائبيته أعلى في الدم زي الهالوثين، فمعناها إنه بده يدوب أكتر بالدم، يعني يوصل للإشباع بوقت أطول، فحيطول توصل الدماغ. زي الهالوثين 20% ذائبيته في الدم، قلنا هذا الجهاز اللي بوصل الغاز للرئة وبعدين منه للبرين. وحكينا العوامل كمان اللي بتأثر على وصول الأنستيتيك للبرين، عندنا تركيز الغاز أو ضخ الغاز للرئة، كل ما زاد ضخ الغاز للرئة كل ما كان تركيز الأنستيتيك بالدماغ أعلى. وحكينا كمان على التروية للرئة، ففي حالة كان عندنا الكارديك أوتبوت عالي فمعناها الدواء حيوصل بسرعة للدماغ وبنفس الوقت حيطلع بسرعة مع الزفير. أما إذا كان في عندنا low cardiac output فبهالحالة حيكون إنه الدواء عم بيدخل للدماغ بس حيطول إنه يطلع لأنه حركة الدم في الجسم أقل. طيب وحكينا على الميكانيزم، أهم ميكانيزم هي شغلها على الجابا إيه، وحكينا بتأثر على النيكوتينيك ريسبترز ففي إلها تأثيرات على الضغط حصير، وكمان بتزيد من شغل الجلايسين جوا السبينال كورد. قلنا على الهالوثين أول واحد وشرحنا ليش الهالوثين بده ينعطى مع النيتروس اوكسيد، شو فايده انه اعطيه مع النيتروس اوكسيد. وكمان حكينا عن شغله تانية اللي هو ناقشناها، ليش هو بيعمل يوترين ماسل، يعني هو بيعمل يوترين ماسل ريلاكسيشن. فسالت سؤال، هل بقدر استخدمه في عمليات الولاده ولا لا؟ اوكي، بقدر استخدمه في الولاده الطبيعيه في الليبر ولا لا؟ اوكي طيب، هلا بدنا نبلش نحكي على المواضيع الثانية. الانفلورين حنبلش نحكي عنه. الانفلورين يستخدم للمينتيننس اوف انستيزيا، يستخدم يعني مش الاندكشن، نفس الـ الهالوثين للمينتنس، لانه الاندكشن استخدمنا له الانترافينس انستيتيك. الانترافينس انستيتكس بتعمل اندكشن لانها سريعه جدا، والمينتنس يستمر الانستيزيا بالانهيلد انستيتيك. كونترا انديكيشنز ما بينعطى لحدا عنده ايبليبسي، كونترا انديكيتد في البيشنتس اللي عندهم ايبليبسي. وشو السبب؟ لانه بيعمل ماسل تويتشنج، بيعمل كونفولشنز في المسل. اوكي، اذا هو ما بينعطى الانفلورين لأي حدا عنده صرع إبليبسي لأنه بيعمل مسل تويتشينج. موضوع الصرع راح نغطيه شابتر لحاله إن شاء الله، أوكي، لأنه بيعمل مسل تويتشينج، فمشان هيك ما بنعطيه لمريض الصرع. هلا شو الادفيرس افكت كارديو ريسبيراتوري ديبريشن؟ احنا اصلا حكينا قاعدة من قبل لما حكينا على الانترافينس انستيتكس، كل الجنرال انستيتكس بتعمل ديبريشن للهارت، يعني بتقلل نبضات القلب وبتقلل ضغط الدم ما عدا الكيتامين. هذه قاعدة صح؟ مش حكيناها القاعدة all general اللي هم اللي بيعملوا جنرال، يعني اللي بيعملوا تخدير كامل سواء انترافينس ولا انستيتكس، انستيتكس كلهم شو بيعملوا؟ كلهم بيعملوا ديكريز للقلب وديكريز للبلد بريشر، اوكي، وكمان ديكريز الهارت ريت، يعني كلهم بيعملوا ديبريشن للهارت اكسبت الكيتامين، اكسبت الكيتامين.
هذا الحكي حكيناه بالانترافينس. هذا الحكي ينطبق كمان على الانهيلد. الانهيلد كلهم بيعملوا ديبريشن للهارت، يعني بيقللوا الهارت ريت وبيقللوا البلد بريشر. حكينا الكيتامين هو الاكسبشن الوحيد في كل الجنرال انستاتكس اللي ما بيسبب كارديو ديبريشن، بالعكس هو بيرفع الضغط وبيرفع نبضات القلب. اذا هاي احنا المثال تبعنا، بيعمل كارديو ريسبيراتوري ديبريشن، بيعمل اريثميا، بيعمل ماسل تويتشنج فما بعطيه لمرض الصرع، ليس هيباتوتوكسيسيتي ذان هالوزين، تاثيره على الكبد اقل من تاثير الهالوزين. متذكرين الهالوزين شو حكينا عنه؟ الهالوزين حكينا انه بيعمل هيباتيك نيكروسيس، نسبته واحد بين كل 35 الف شخص بياخده، وبتزيد نسبه الهيباتيك نيكروسيس اذا الواحد اخذها اخذ الهالوزين اكثر من مره في خلال فتره 3 شهور. تمام، عشان هيك الكونترا انديكيشنز ممنوع ينعطى لحد اخذ هالوزين اخر 3 شهور. اوكي طيب، هو هلا بنحكي عنه استخدامه ثيرابيوتيك ليس بوتنت ذان هالوزين، بس عنده رابيد اندكشن ورابيد ريكفري، يعني مفعول ببلش اسرع من الهالوزين. الهالوزين متذكرين شو حكينا عن امتصاصه من الرئه؟ شو قلنا الهالوزين؟ يعني احنا ما بناخذ المعلومه عشان ننساها، بناخذ المعلومه عشان ضلها متركزه لنا، يعني بال بال بالعقل تبعنا. اوكي، هي احنا عندنا الهالوزين، الهالوزين عم بيتم ضخه، الهالوزين عم بيتم ضخه للرئه. هذه هون الالفيولاي، هاي الحويصل الهوائيه. الهالوزين مشكلته انه صعب يتجمع هون جوا الحويصل الهوائية، بصعوبة بتجمع جواها، ولازم عشان يعني يوصل الحويصل الهوائية عشان يروح على البلد، صح؟ هون البلد، عشان يروح على البلد فهو لازم يتركز بالحويصل الهوائية. الهالوثين بطيء بهاي العملية، عشان هيك بعطي معاه نيتروس أكسيد عشان أسرع من إنه يتركز بالألفولاي. هلا الإنفلورين ما فيها هاي المشكلة، مش بطيء الإنفلورين، لا هو سريع رابيد إندكشن. نشوف الايزوفلورين، الايزوفلورين كمان يستخدم في المينتيننس اوف انستيزيا، نفس الشيء زي الهالوثين وزي الانفلورين. اذا احنا بنعمل اندكشن بالانترافينس انستاتكس وبنعمل المينتيننس بالانهيلد انستاتكس، لانها ريفرسبل، لانه التحكم بكميه المخدر احسن فيها، لانه ما في عندنا خطر في زياده الجرعه، وفي حال انه زادت الجرعه خلال العمليه سهل انه نقلل ضغط الغاز. يعني في مجال اني انا اعكس المفعول بطريقه اسرع، لانه الانترافينس احنا عارفين ما دام وصل للدم صارت التوكسيسيتي وانتهى. الادفيرس افكتس ليس كارديو توكسيسيتي، يعني هو اكس كارديو ديبريسنت افكت، يعني هو بيقلل نبضات القلب بس اقل من الانفلورين والهالوثين. هيعمل هايبوتنشن، طبعا هيعمل هايبوتنشن زيه زي كل الجنرال انستاتكس ما عدا الكيتامين. هيباتوتوكسيسيتي كمان اقل من الهالوثين. تمام، الهالوثين الهيباتوتوكسيسيتي فيه عاليه. ثيرابيوتيك نوتس، هو ايزومر اوف انفلورين، يعني هو ايزومر يعني كيميكالي مشابه للانفلورين بس ايزومر مختلف في الاورينتيشن اللي اخذتوها بالاورجانيك كيمستري. يوسفول ان بيشنتس وذ اسكيميك هارت ديزيز، هذه الشغله مهمه. لما انت تشوفي دواء مثلا، لما نحكي هذا الدواء مناسب اكثر للاطفال، هذا الدواء مناسب اكثر للي عنده مشاكل بالقلب، هذا الدواء مناسب اكثر للي عنده مشاكل بالكبد، اوكي بدي اركز عليها. الايزوفلورين كونه تاثيره على القلب الهايبوتنشن والبريديكارديا اللي بيعملها اقل من غيرها، فالايزوفلورين مناسب للي عنده مشاكل في القلب اللي هو الهارت فيلر، اللي اوريدي عنده الكارديك اوتبوت فيه قليل. تمام، اذا الايزوفلورين هو مناسب للاسكيميك هارت فيلر. طيب هنشوف الميثوكسيفلورين. الميثوكسيفلورين لاحظوا ان كلهم مشتقين كيميائيا قريبين من بعض. الميثوكسيفلورين طالبات مينتيننس اوف انستيزيا كمان نفس الشيء. اوكي، الاندكشن بصير بالانترافينس انستيتك، والمينتيننس عم بصير بالانهيلد انستيتكس. ادفيرس افكت ليتل افكت اون ذا هارت، كمان هذا كتير منيح انه الكارديو ديبريسنت افكت على القلب اقل من الهالوثين واقل من الانفلورين، بس مشكلته انه سلو ريكفري، بطيء بيطلع من الجسم، الهانجوفر فيه كتير بيطول. متذكرين الهانجوفر شرحناها؟
بأول الجنرال أنستيتكس. إذا عندنا الهانجوفر عالي، أوكي الهانجوفر بيطول، متذكرين الهانجوفر بنات؟ الهانجوفر اللي رسمت فيه شخص متعلق بجبل وبده يوقع منه، قلت لكم هذا هو الهانجوفر. أوكي إذا إحنا عندنا يعني نقدر نحكي على لونج، ليش هيك؟ بنحكي على long hangover، يعني المريض بصحى ولسه في تأثير المخدر بجسمه، بيطول تأنه يطلع من جسمه. اوكي الريكفري slow recovery، hangover بيطول. اوكي وكمان مشكلته المسكس فلورين، مش مشكلته على الكبد، مشكلته على الكليه رينال فيلر. يعني اذا واحد عنده مشكله بالكليه واخده حيضرب المسكس فلورين له الكليه، تمام؟ اذا هو له توكسيسيتي على الكليه. لاحظوا هذا اول واحد بنذكر فيه التوكسيسيتي على الكليه. شوفوا كل دواء منه عم بتميز بشغله. الهالوزين بتميز بالهيباتيك نيكروزز، تمام، وبتميز انه بيعمل مسل ريلاكسيشن ومنيح لمريض الازمه. الهالوزين الانفلورين عم بتميز انه ما بعطيه للابيليبسي. الايزوفلورين بتميز انه هو امن لمرضى اللي عندهم هارت فيلر، وهذا إشي مميز. الميثوكسفلورين مميز إنه هو إله مشاكل على الكلية، أول واحد بنذكره بيعمل مشاكل على الكلية. أوكي هيك أنا هيك طريقة دراستي للفارماكولوجي. لاحظي إنه كلهم نفس الكرايتيريا، يعني كلهم حيعملوا كارديو ديبندنت افكت ب ب ب يعني نسب متفاوته، كلهم يستخدموا للمينتنس اوف انستيزيا، بس من ناحيه السايد افكتس، من ناحيه اليوزز، في عندنا اشياء شوي بتكون مميزه. ثيرابيوتيك نوتس موست بوتنت وان، يعني هو قوي جدا كمخدر. جود مسل ريلاكسنت، كمان بيعمل ريلاكسيشن المسل زي الهالوتين، بس بستخدمه كتير. على فكرة المسكس فلورين كتير قريب على الهالوثين، بس الفرق انه الهالوثين بيعمل مشكلة بالليفر، المسكس فلورين بيعمل مشكلة بالكلية بالكدني. must be used with nitrous oxide because of slow induction. لاحظي انت، تعالي قارني المسكس فلورين مع الهالوثين، نيجي نقارن ناحية استخدامهم بالإن أو. الاثنين يفضل استخدامهم من ناحية الريلاكسيشن تاع المسل. أوكي الريلاكسيشن، الاثنين بيعملوا ريلاكسيشن. من ناحية الريكافري، إنه الواحد إنه يصحى من المرض، أوكي الاثنين slow recovery and recovery and induction. الاثنين الريكفري تبعهم، هلا مش مكتوب عندك الميثوكسفلورين اذا الاندكشن، اذا الريكفري بطيء، بس انت بشكل عام اذا الاندكشن بطيء فالريكفري بيكون بطيء. فالاثنين سلو، هذا سلو الريكفري والاندكشن، الاثنين سلو والهالوثين سلو. وتعي قارني من ناحيه التوكسيسيتي، اوكي الميثوكسفلورين رينال توكسيسيتي والهالوثين هيباتيك توكسيسيتي. لاحظ انه كتير بتشابهوا ببعض، بس الفرق انه الميتابوليزم تاعتهم بتختلف. الهالوثين بيصير له ميتابوليزم بالليفر، والميثوكسفلورين بيصير له ميتابوليزم بالرينال. كل واحد وهو طالع بيعمل له ضرر. الميثوكسفلورين بيطلع عن طريق الكليه بس وهو طالع إلا ما يأذي الكلية، والهالوثين بيصير له ميتابوليزم عن طريق الليفر وهو قاعد بتشتغل عليه إنزيمات الليفر، بيعمل رياكتيف ميتابولايت بإذن الليفر. فإذا أنت عندك الهالوثين والميثوكسفلورين، الاثنين إلهم صفات كتير قريبة على بعض. الاثنين بيعملوا ريلاكسيشن للمسل، الاثنين الريكفري والإندكشن فيهم كتير سلو، الاثنين يفضل استخدامهم مع النيتروس أكسيد، والاثنين عندهم توكسيسيتي. بس الميثوكسفلورين توكسيسيتي تبعته على الرينال، والهالوثين التوكسيسيتي تبعته على الهيباتيك، تمام؟ هيك انت قارنت بينهم، الاثنين تقريبا نفس الصفات. طيب الديسفلورين، الديسفلورين في شغلة كمان مميزة، إنه هو irritant.
هو irritant للإيروي. لحظة مرة، أنا ببلش من آخر إشي عشان بس أميز لك الإشي المميز. هو بيعمل irritation للإيروي. شوفوا حتى الآن ما حكينا عن أي واحد بيعمل irritation للإيروي غير الدسفلورين، فهذا بدك تميزيه إنه هو بيعمل مشاكل بالرئة. عشان هيك لا يستخدم بالمستشفيات، يستخدم مالي بالعيادات الخارجية أو بالعيادات اللي هي بتكون عيادة الطبيب المستقلة أو عيادة المستشفى. شو بيستخدموا؟ بيستخدموه للشورت سيرجري، يعني بيجي المريض عنده أي عملية، مثلا عملية تغيير على جرح، عملية حرق معين بدهم ينطفوه، هيك عملية خياطة بسيطة. العملية هاي كل مدتها ربع ساعة لنص ساعة. فبيجي المريض بيخدروه بالدسفلورين كامل، يعني بحطوا له انهيلد انستيك دسفلورين. بينام المريض، المريض بخيط له الجرح، بنظف له الجرح، بنظف الحرق، بيعمل اللي بده يعمله. بعدين بصحى المريض بوقت قصير، عشان إذا طول الدسفلورين بالرئة فهو رح يعمل برونكو كونستريكشن، رح يعمل تضيق في القصبات الهوائية. ليه؟ لأنه هو بعمل إريتيشن، بعمل تهيج في القصبات الهوائية. طيب اذا الدسفلورين هو للاوت بيشنت سيرجري يستخدم، لانه هو رابيد افكت ورابيد ايمرجنس، يعني لحاله بيكون سريع، المريض بسرعه بيدخل بالتخدير وبسرعه بيصحى من التخدير. بس بدي اياك تعرفي هالشيء، اسرع دواء انهيلد هو ابطا من اي دواء انترافينس. يعني ما بدي تحكي طب هيو سريع ليش بحتاج الانترافينس للاندكشن، بيضل الانترافينس اسرع بكتير من اي دواء انهيلد. هو سريع نسبيا بالنسبه للانهيلد التانين. اذا دسفلورين سريع، بيعمل اندكشن سريع بالنسبه للانهيلد، بس بيضله ابطا من الانترافينس. وكمان بسرعة المريض الإيمرجنس أو الريكفري سريع. إيمرجنس يعني خروج من الـ من الـ خروج من التخدير. أوكي، هذا بالنسبة للدسفلورين يستخدم بالأوت بيشنت سيرجري، يعني بالعيادات، سواء عيادات المستشفى أو العيادات المستقلة لحالها، عشان المريض بيعمل عمله عملية سريعة وما بصير يطول استخدامه، لأنه بيعمل إريتيشن للرئة، بيعمل إريتيشن تهيج في القصبات. Rare tissue toxicity، يعني هو نادر ما إنه يعمل side effects، but not used for extended surgery، لا يستخدم لفترة طويلة. extended اللي هي العمليات الجراحية الطويلة، ما بنستخدمه عمليات جراحية طويلة، لأنه ممكن because it causes irritation of the airway، بتعمل تهيج في القصبات الهوائية. إذا طول حيصحى المريض عنده برونكو كونستريكشن، يعني المريض حينخنق وهو بالعملية. فمشان هيك يستخدم بس لفترات قصيرة في الأوت بيشنت، لأنه سريع مفعوله. هاي بالنسبة للديسفلورين. السيفوفلورين، نشوف السيفوفلورين. السيفوفلورين كمان له شغلة مميزة. السيفوفلورين له إشي مميز، suitable for induction in children. إحنا حكينا عن طريقتين للتخدير مناسبة للتشيلدرن، حكينا على السيفوفلورين وكمان الكيتامين. الكيتامين قلنا كتير بيستخدموه للتشيلدرن، صح؟ حكينا وناقشنا في المنصة ليش مناسب الكيتامين للتشيلدرن، suitable for induction in children، تمام؟ because it doesn't cause airway irritation، ما بيعمل does not cause airway irritation. يعني هذا الطفل أنا ما بقلق عليه إنه ينخنق أو يصير عنده أزمة خلال العملية. إذن السيفوفلورين مناسب لأنه ما بيعمل تهيج في الرئة، and it has the fastest recovery، بسرعة الطفل بصحى من العملية. أوكي، يعني وقفنا العملية الجراحية، مجرد ما انه توقفت العملية الجراحية المريض بيصحى بسرعة ووضعه بيكون منيح، وضعه مستقر. اوكي، ما في عنده مشكلة بالرئة ما في عنده أزمة أو برونكو كونستريكشن. عشان هيك السيفوفلورين مناسب بهيك حالة. نيجي نحكي هلأ على الكلوروفورم. الكلوروفورم على فكرة بدك تحط ببالك، أول ما بلش التخدير
الانهيلد بلش بهذا الدواء الكلوروفورم. الكلوروفورم انت عرفتي اتوقع من اللاب من العملي، اتوقع انك اخذتيه او بدك تاخذيه او بدك تاخذيه او اتوقع انك اخذتيه. الكلوروفورم هو ماده سامه، لما يتعرض للاكسجين يصير له اكسيديشن بتحول لفاسوجين. الفاسوجين هذا هو سام، هو رياكتيف ميتابولايت، بتفاعل مع خلايا الكبد والكليه والبرين والليفر. اوكي، سام جدا الكلوروفورم، لدرجه انه الكلوروفورم مرات بطلوا يستخدموه بتجارب الحيوانات، لانه هذا الحيوان لو بدهم مثلا بالتجربه هاي بياخذوا مثلا بعدين خزع من البرين او من اللنجز او من اي مكان تاني ياخذوا خزع، حيكون الكلوروفورم خرب لهم الاعضاء. فمشان هيك الكلوروفورم هو ماده سامه جدا. الكلوروفورم يعني لما يخدروا فيه الحيوانات بحطوه على قطنه، بيجيبوا إشي اسمه الإيثرايزر، زي هيك زي القمع شكلها بتكون، أرسم لك إياها، هيك بتكون شكلها، شغلة زي القمع، بنحط الحيوان هون جواها. أوكي، وهو مينلي حيكون ماوس. تمام، بنحط الحيوان جواها وبيجيبوا قطنة، هاي طبعا مفتوحة من هون، قطنة جواها كلوروفورم، القطنة هاي مغرق بالكلوروفورم بحطوها فوق، بصير الكلوروفورم يدخل لعند الماوس والماوس يتخدر، وإحنا بنراقب قاعدين بنراقب الإشارات الحيوية تبعته. أولها بصير متوتر، بعدين بصير يدروخ ستيج 1، ستيج 2 بغمى عليه بس بصير التنفس سريع وبصير عنده انقباضات في العضلات، بعدين لما يدخل في ستيج 3 اللي هو جسمه يسكن وبصير التنفس عنده منتظم بنشيلها، إذا استمرينا خليناها بيموت لأنه بدخل بستيج 4 الفار. أوكي، إذا هي هاي بنستخدم، هاي اسمها فابورايزر أو إيثرايزر، بنحط هيك زي القمع شكلها، بنحط القطنة فوقيها وبصير يدخل الغاز للحيوان اللي إحنا بدنا نخدره. It's not used هلا الكلوروفورم بشكل عام بطلنا نستخدمه. Not used because of its toxicity. Toxicity عالية لللانجز، للكدني، للليفر، للبرين كمان، كتير سمية عالية الكلوروفورم، فعم استبدلوه بإشياء تانية زي الإيثر. الإيثر صاروا يستخدموه أكتر مع الحيوانات، الكلوروفورم يعني عم بقل استخدامه بكل الأماكن، يستخدم أكتر إشي كمذيب بالصيدلة، بالتجارب الصيدلانية وبالاستخراج بالإكستراكشن، بس ما عم نستخدمه أبدا في التخدير، لأنه كتير خطير وبعمل مادة اسمها الفاسوجين، مادة سامة جدا لما يصير له أكسيديشن، لما يصير له تفاعل مع الأكسجين، وهاي المادة سميتها عالية ممكن إنه تخرب اللنج والكدني والليفر. طيب نشوف السايكلوبروبين. السايكلوبروبين هو potent، قوي جدا، rapid induction، سريع المفعول، good muscle relaxant، بيعمل relaxation للعضلات، بس مشكلته explosive. هاي المشكلة الوحيدة اللي فيه، انه هو الاسطوانة هاي لها طرق حفظ معينة، لانه هاي الاسطوانة اذا تعرضت للحرارة للطرق لأي مشاكل ممكن انها تنفجر، زي ما لاحظنا الغازات كلها اللي قبل اللي حكينا عنها ما حكينا عنها المشكلة لا الهالوثين ولا غيره، بس السايكلوبروبين لا، هذا اشي خطير وممكن انه الاكسبلوسيفنس هاي انها تعرض المريض والطاقم الطبي للخطر. اوكي، هاي بالنسبه للهالوجينيتد اللي هم كلهم هذول السوائل عاليه التطاير، سوائل بتطاير بسرعه. هلا بدنا نحكي عن نون هالوجينيتد اللي هي الغازات. اوكي، النون هالوجينيتد اللي هي بتكون غازات المقصود فيها، هنبلش باول واحد نون هالوجينيتد غازات اللي هو النايتروس اوكسايد او اسمه اللافينج غاز، لانه اللي بياخذوه او اللي بيتخدروا فيه بيصيروا يضحكوا بطريقه هستيريه. اوكي، اسمه لافينج غاز كمان لانه اللي بياخذه او بيتخدر فيه بيصير يضحك كتير. اوكي، لافينج غاز اسمه. انديكيشن مينتيننس اوف انستيزيا، كمان نفس الشيء اللي حكينا عنه، بيستخدم بالمينتيننس بعد ما نعطي الانترافينس،
بس شو مشكلته؟ مشكلته انه الانستيزيا لحالها ما بوصلها هذا الدواء. يعني مثلا احنا خدرنا المريض بانترافينس انستيتيك وبدي اكمل العمليه بدنا نعطي مينتنس، اذا اعطيت نيتروس اوكسايد لحاله ما راح المريض يتخدر كامل، لانه النيتروس اوكسايد مش قوي كمخدر، بس هو بيشيل الالم بس ما بيخلي المريض غير واعي او فاقد الوعي. فمشان هيك بنعطي نيتروس اوكسايد مع ادويه ثانيه، اوكي، بنعطي نيتروس اوكسايد مع اوبيويدز مثلا، يعني لازم يكون في معاه شيء ثاني عشان يتخدر المريض كامل. النيتروس اوكسايد خدي عنه فكره وكثير مميز صراحه وما رح تنسي ابدا، انه هو ويكست اضعف ويكست انستيتيك، اضعف انستيتيك من كل الانستيتكس اللي حكينا عنهم، اضعف واحد، اوكي، أضعف واحد من كل الأنستيتكس، weakest anesthetic، أضعف واحد لأنه هو ما بيعمل تخدير كامل، هو بس بيشيل الألم وممكن يخلي الواحد مدروخ شوي بس ما بيفقد الوعي، عشان هيك يستخدم مع الأوبيويدز عشان يكون التخدير كامل. إذا هو maintenance of anesthesia بس مع other agents in combination أو conjunction with other agents. كمان للأنالجيسيا ممتاز، هو كأنالجيسك هو قوي، أوكي، بدنا نعطيه بس يشيل الألم، بعطوا ناتريس أوكسايد مع أكسجين بس، بدنا إياه بس يشيل الألم، ما بدنا المريض يتخدر كامل مثلا، بدهم يغيروا للمريض عنده جروح عنده حروق أو بحالة الولادة الطبيعية، أوكي، بيعطوا الواحد ناتريس أوكسايد مع أكسجين تتنفسه وبيخفف ألام الولادة، أوكي، أو مثلا بحالة مثلا بدهم يغيروا على الجروح أو شغلة كمان ممكن يتنفس ناتريس أوكسايد فيخفف له الألم. used in labor كمان في الولادة في الطلق، used in labor لأنه ما بيأثر على الرحم، لأنه ما بيعمل relaxation للرحم، little effect on uterine musculature، يعني ما بيأثر على عضلات الرحم، فبيستمر الطلق بطريقة طبيعية بس الوحدة بتخفف عنها الألم. كمان للدنتال سيرجري، الجراحات اللي هي في عيادات الأسنان أو خلع الأسنان كمان أو جراحات الأسنان، كلها هاي الطبيب ممكن يخدر المريض بالنيتروس أوكسايد ويشتغل على أسنانه. مايوكارديال انفاركشن، مذكرين مايوكارديال انفاركشن حكينا ألم شديد بكون عند المريض وما بيروح غير بالأوبيويدز، ممكن نعطي المريض نيتروس أوكسايد عشان كمان شوي نريحه من الألم، شوي نخفف عنه الألم. changing surgical dressing and removal of a drainage tube، مثلا واحد عنده جروح عنده حروق وتغيير الضماد على هذا الجروح مؤلم كتير، ممكن يتخدر او ينحط له نيتروس اوكسيد يخفف الالم، او مثلا واحد عنده drainage tube محطوط له كاثيتر بالبطن بعد العمليه او بالمثانه، فممكن تغيير هذا الكاثيتر يكون تحت تاثير النيتروس اوكسيد عشان ما يحس الواحد بالألم. بس في مشكلة بالنيتروس أوكسايد إنه هو contraindicated بالنيوموثاركس، بهاي الحالة النيوموثاركس. طيب شوف شو هو النيوموثاركس طالبات، أتوقع إنه أنا لازم أعمل هون سلايد تانية. طيب أعمل سلايد تانية. هي إحنا عندنا الرئة، تمام، هي الرئة، هي اللانجز. اللانجز في حواليها إشي اسمه بلورال ساك، صح؟ الغشاء البلوري، بلورال ساك، متذكرينه؟ أخذته بالمدرسة وأخذته بالأناتومي، بلورال ساك اللي هو الغشاء البلوري. الغشاء البلوري وظيفته إنه يمنع الاحتكاك بين الرئة والقفص الصدري، وكمان وظيفته أنه يحافظ على ضغط معين عشان تقدر تعمل عملية الشهيق والزفير، أوكي، عملية الشهيق والزفير اللي بيأثر عليها ضغط الموجود في البلورال ساك، تمام؟ هلأ مرات بيصير ثقب للبلورال ساك عن طريق طعنة مثلا، أوكي، أو عن طريق ضلع، أوكي، ضلع انكسر وثقب البلورال ساك، فبهالحالة بيفتح الغشاء هذا وبتدخل فقاعات جوا، بصير في فقاعات.
هاي الفقاعات بهاي الحالة بتأثر على، نحكي عنه صار كولابس بالرئة، صار انهيار بالرئة. أوكي، بتشوف المريض مثلا تعرض لطعنة، أو مثلا صار معه حادث سيارة وخبط صدره حامي بالمقود، فهذا المريض لما نقلوه على الطوارئ لقوا إنه عنده رئة بتطلع وبتنزل، ورئة لا ضامرة فيها كولابس، رئة ما جهة ما صدره جهة من صدره ما بتتحرك وبالعكس نازلة جوا. ليش صار هالإشي؟ لأنه صار عنده ثقب هون، وهذا الثقب دخل الفقاعات لجوا، فهون صار عنده كولابس بالرئة، كولابس. تمام، ممكن يكون كولابس كامل أو كولابس جزئي، يعني ممكن يكون إنه كل جسمه صار له كولابس، كل الرئة صار لها كولابس، أو ممكن كولابس بسيط، يعني بيقدر يأخذ نفس خفيف يدخل نتفة هواء ويطلع نتفة هواء، بس الرئة ما عم تشتغل بكل الكباسيتي تاعتها، صار عنده انهيار بهاي الرئة. بهالحالة شو بدهم يعملوا؟ بهالحالة بدهم يسحبوا السوائل اللي تجمعت بالرئة، وبدهم يعالجوا أي كسر موجود وكذا. وبعدين لحاله هذا البلورال ساك بده تقريبا أسبوعين لثلاثة لأنه يصير وضعه أحسن الرئة. طيب، بس لازم هاي موضوع السوائل اللي جمعت والاشياء اللي عم تمنع دخول الهواء على الرئه كلها لازم يعني تنسحب بالفتره الثانيه. حتى بيفتحوا له زي من ظهره، بيعملوا له زي كاثيتر بيدخلوه للرئه وبصيروا يطلعوا السوائل اللي جمعت. هلا بهيك حاله مثلا هذا المريض احتاج يدخل عمليه جراحيه لسبب انه في رصاصه بجسمه، ولا في عنده بليدنج، ولا عنده اي شغله واضطر يدخل عمليه، اوكي، او السكينه بدهم يشيلوها بعمليه، احنا اي شو ما كان السبب بدهم يدخلوه عمليه جراحيه. هذا المريض اذا تم تخديره بالنيتروس اوكسايد، هاي النيتروس اوكسايد خدروه فيه، يعني اول شيء خدروه بانترافينوس انستيكس، بعدين كملوا الانهيل حطوا نيتروس اوكسايد مع اوبيويد، بهاي الحاله النيتروس اوكسايد شو بيعمل؟ رح يدخل جوا الرئه. تمام، هاي الرئه وضعها تمام، ما عندي مشكله، هاي الرئه تعبانه، هاي الرئه فيها كولابس، حيصير فيها شغله، حيصير النيتروس اوكسايد اللي هون، وهي من خصائص النيتروس اوكسايد، يصير يهاجر للبلورال ساك اللي موجود اللي حوالين الرئه، ويضغط على الرئه اكثر، يزيد من الكولابس، يزيد من انهيار الرئه. اوكي، يصير اصلا اوريدي احنا صار في عندنا لخبطه بالضغط تبع الرئه. تمام، فالرئه ما بتقدر تعمل شهيق وزفير صحيح. النيتروس اوكسايد اذا بهاي الحاله النيوموثوركس المريض تخدر فيه، هيصير النيتروس اوكسيد لما يدخل الرئه يهاجر للبلورال ساك اللي هو غشاء البلوري، يهاجر له لبرا الرئه للغشاء اللي عم بحيط بالرئه، ويصير يضغط على الرئه اكثر ويعمل كولابس اكثر، يعمل انهيار، يزيد من انهيار الرئه وعدم قدرتها على التنفس. فعشان هيك بالنيوموثوركس كونترا انديكيتد، يمنع منعا باتا انه نستخدم النيتروس اوكسيد يمنع منعا باتا انه نستخدم النيتروس اوكسايد بحاله النيوموثوركس، ممنوع كليا. اوكي، نيوموثوركس هو abnormal collection of air or gas في البلورال سبيس او بلورال ساك اللي بفصل اللنج، اللي بفصل الرئه عن الشيست وول. حكينا شو وظيفته البلورال ساك، الغشاء البلوري، وظيفته انه يمنع الاحتكاك ما بين الرئه والقفص الصدري، ويحافظ على الضغط تبع الرئه عشان يصير الشهيق والزفير. اوكي، فرق الضغط ما بين الرئه والجو الخارجي. تمام، اوكي، هاي مهم كتير. هلا السايد افكتس والثيرابيوتيك نودز وكل المواضيع الثانيه حنكملها في المحاضره الثانيه. يعطيكم العافيه طالبات، والسلام عليكم.